زلنا معكم في الميدان، وضيفي هو كاتب ومفكر فريد من نوعه، يغرد دائما خارج السرب، يرصد ويحلل الأحداث ويربط فيما بينها بهدوء، يفسر دون قيود، صادم أحيانا، جريء دائما. ونفتح معه اليوم ملفات غاية في السخونة، نتحدث عن أبرز قضايا الساعة، المفكر الكبير طارق حجي. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في الميدان. أنا يشرفني أكون هنا. نبتدي بقى بخارج السرب على طول، بما أنه حضرتك جريء وصادم. كتبت أنه على خلاف معظم الناس في مصر، فإنني أعتقد أنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أدار موضوع منظمات المجتمع المدني بشكل رائع. يعني رأي غريب شوية في ظل ما يقال الآن. اليوم تابعت جلسة مجلس الشعب، وأقول راعني أن التعقل كان في حدود ضيقة جدا. الجميع يطالبون بإقالة الوزارة، وبين الحين والآخر يبرز صوت من أصوات العقل يقول أليس من الواجب أن نعرف الحقيقة أولا؟ المنطق البسيط أن نعرف الحقيقة أولا. أنا رأيي في موضوع مؤسسات المجتمع المدني الآتي، أن لو كانت هناك خطيئة فهي خطيئة إشعال الموضوع أكثر من إطفاء الموضوع، بمعنى أن إشعال الحريق هو اللي يجب أن نهتم به. إحنا ليه عملنا موضوع كبير كده؟ مش إحنا اللي عملناه، ليه طرف من أطرافنا بالضبط ليه عملنا هذا الإشعال الكبير؟ وبعدين هذا الخوف من المجتمع المدني قديم، منذ اعتقل الدكتور سعد الدين إبراهيم. أنا بطبيعتي مع منظمات المجتمع المدني، وأنا بطبيعتي مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ولو كان هناك شطط فلتحاسب قانونا. ولكن ما أعرفه أنه من الناحية القانونية أنهم قدموا طلبات ولم ترفض ولم يستجب لهم، ولكن سمح لهم بمباشرة النشاط دون موافقة. طب ما نقول للناس الحقيقة. نقول للناس الحقيقة إن احنا خايفين منهم. وفي الحقيقة ما يجبش نكون خايفين منهم. أنا رأيي أن إشعال هذه النار لم يكن مبررا، وأن إطفائها قد يكون حكيما، وأنها في الأولويات ليست أولوية كبرى. أولوية مصر اليوم خلق وظائف عمل للمصريين، تطوير التعليم، استقرار سياسي، نمو اقتصادي، تطور اجتماعي. ولكن ان نمسك معارك وهميه ونعمل زي اللي عملناه اليوم. معارك، هل تم اشعال المعركه عن قصد الهاء الناس بها؟ قد يكون، وقد يكون ايضا اننا في سنه اولى ديمقراطيه. وانا كنت اقول الان لاحد اعضاء مجلس الشعب في الخارج، كنت اتحاور معه، انسان متعقد جدا، اني اليوم شاهدت جلسة مجلس الشعب وساءني ما رأيت، ولكنني أعرف أنه لا يوجد طريق آخر. مفيش حد بيتعلم ديمقراطية إلا بالديمقراطية، وهؤلاء هم أول أعضاء لمجلس الشعب حقيقي من عام 52. حتى عندما يخطئوا فذلك من طبيعة المرحلة أن يكون، ولكن يجب أن تكون هناك أصوات للتعقل. طيب بس حضرتك قلت كلام يعني لازم نفسره، يعني قلت أنه الكثير تم الحصول عليه في هذه الأزمة اللي هي أزمة التمويل الأجنبي، ومعظمه غير معروف لمعظم الناس، وبجانب المكاسب المادية العديدة التي أعلم أنها تحققت، وهنا أعلم، أنا بحط تحتها 100 خط لأنه أعلم، إذن لديك معلومات مؤكد. فإن تسليم حسين سالم سيتم قريبا بعد أن استجابت الحكومة الإسبانية لطلب الإدارة الأمريكية بضرورة تسليم حسين سالم لمصر. ده معناه أنه في ربط بين الملفين. الوقت هو مش المجلس العسكري، هو القائم مقام رئيس الجمهورية. أليس من حق رئيس الجمهورية أن تكون له سلطة تقديرية أن يقول لو أنني وأت هذه الفتنة وطفيت النار وحققت عدد من المكاسب، وأنا واثق مما أقول، مثل موافقة صندوق النقد الدولي على بعد 24 ساعة من إنهاء الأزمة، صندوق النقد الدولي بدأ يكون إيجابيا. أموال من السعودية وفق عليها وتم إيصالها. موضوع حسين سالم تحرك خلال 24 ساعة. أليست السياسة هي فن الممكن؟ السياسة هي فن الممكن وليس فن أن نقف جميعا. ما علمتش ليه؟
يعني كان ممكن المجلس العسكري لو أعلن ذلك ربما نتفهم، يا جماعة أنا هضحي بالملف ده عشان هاخد مكاسب 1 2 3، وإن كان البعض قد يختلف في قيمة المكاسب اللي احنا خدناها من عدمه يعني، لكن ليه ما أعلنوش طيب إذا كان الهدف نبيل؟ أنا مش عضو فيهم عشان أقول لي ما أعلنوش، ولكن تتحاور معهم أحيانا. لا ما قلتش كده، أنا كل اللي بقوله أنني لا أرى أن دي أولوية. اللي حصل اليوم في مجلس الشعب مش أولوية. فكرة أن واحد طول النهار يقول كرامتي ديست، اقول له في الاخر انت عندك مشكله مع موضوع الكرامه ولا ايه؟ الناس اللي عندها ثقه في نفسها مش طول النهار تقول كرامتي، كرامه مصر ديست، كرامه مصر 24 ساعه في اليوم، مش معقول يعني. يعني احنا عندنا مشكله غالبا ان احنا قاعدين نتكلم في الموضوع ده. كرامه مصر لم يدسها احد، وكانت هناك سوء اداره للامر في بدايته وليس في نهايته. انا اعتقد ان الحل هو السليم، الاشعال هو الغلط. طب الزج بالقضاء في حل الازمه؟ احنا ما نعرفش حتى الان يجب. اليوم كان هناك عدد من العقلاء في مجلس الشعب يقف بين الحين والاخر ويقول. انا ما بتكلمش على جلسه مجلس الشعب، مجلس الشعب دي تبعيات اللي حصل، لكن القضيه راحت القضاء، قضيه التحقيق واشتغلوا فيها، وبعد كده راحت خلاص المحكمه، فجاه اتخذ قرار ورفع حظر السفر، ما عرفناش مين المستشار اللي خد القرار، بعدها بيومين ثلاثه ظهر المستشار. يعني اذا كنت انا ما عنديش مانع من اللي حضرتك بتقوله انه اوكي خلاص هنسوي المساله لمصالح مصر، ماشي، لكن حتى حضرتك مش شايف انه كان في مشكله في الطريقه اللي اتعالجت فيها؟ لا طبعا شايف، والنهارده سمعت بعض العقلاء في مجلس الشعب بيقولوا بدل ما نقول اقاله الحكومه نقول لها تعالي قولي لنا بعد تحقيق وافي ما الذي حدث، ومن الذي اعطى امر الغاء حظر السفر. ولان في بعض الاصوات تقول ان هذا كان قرار سليم من ناحيه قانونيه، نحن نريد ان نعرف. يجب ان نتوقف على هذا الانفعال الذي رايته اليوم في مجلس الشعب، الذي اقول انه هو افضل مما كنا عليه في الماضي. يعني مجلس الشعب المهذب اللي ضوافره مقصوصه بتاع حسني مبارك ما هوش افضل من مجلس الشعب ده، رغم الاخطاء ورغم الاندفاع. لكن ايماني بشرعيه هذا المجلس لا يعني أن أوافق على أن هذه أولوية. هذه ليست أولوية، هذه القضية ليست أولوية. الأولوية هو أن نستمر في العملية السياسية، أن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية. أنا شخصيا كنت أفضل أن يكون الدستور 1000 مرة سابق، ولكن نفرض أنه لم يحدث، أتوقف وأعلن أنني توقفت عن الحياة لأن الدستور لم يعد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، أم نمارس الحراك السياسي الذي لم نمارسه ابدا؟ انت تعرفي احنا من 52 لم نمارس حراك سياسي، هذه اول مره نمارس حراك سياسي، وسوف تكون هناك اخطاء، واتمنى ان لا تكون الاخطاء فادحه. طيب حضرتك قلت كلام مهم جدا، وهو فكره الثمن اللي حصلنا عليه مقابل تسليم الامريكان، مش هنقول هروبهم، تسليم الامريكان، موافقه صندوق النقد الدولي واموال هتجي لنا من السعوديه، وتسليم حسين سالم بعد ضغط امريكا على اسبانيا. طيب البعض بقى بيفسر جزء جزء كده موافقه صندوق النقد الدولي مش تمن ولا حاجه، لانه صندوق النقد الدولي كان عايز يتعاون معانا من اول الثوره، والمجلس العسكري اللي ما كانش عايز تحت دعوه انه مش عايزين نقترض اموال ونترك للاجيال ديون اخرى، واضطروا لده مؤخرا. بس يعني انا رافض ان ده معناه انه في خطا ما. دي مش قضيه، الموضوع كله مش قضيه. فكره اننا نبدا به الحوار وان يكون هو اليوم محور جلسه مجلس الشعب، هذا خطا في الاولويات. هذا موضوع في غاية البساطة، ولو حدث أن هناك من أخطأ فليحاسب، ولكن مصر لا تقف على قدميها وتوقف الحراك السياسي والاقتصادي والاستقرار من أجل أن بعض الناس الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني سافروا. هؤلاء الناس أصلا يجب أن يكونوا موجودين، وأن يمارسوا الرقابة على الانتخابات، وأن يمارسوا الرقابة على العملية السياسية، وكان الخطأ هو التضييق عليهم. طب هل تعتقد انه جلسه مجلس الشعب اللي حضرتك شايفها النهارده ما كانتش في الاولويات، ربما تكون مقصوده لتلكيكه يعني لحكومه الجنزوري عشان يقلوه خلاص؟ يعني انا احب دائما الا افكر بالطريقه التامريه. انا بعتقد ان اللي شفته اليوم هو سنه اولى ديمقراطيه، وانا رغم اني كنت احب ان نكون في سنه ثالثه او رابعه ديمقراطيه، لكن عارف ان ما فيش بديل لذلك. لا يوجد بديل. ما كان يقول حسني مبارك ان الشعب غير مؤهل للديمقراطيه، هذا كلام عبث وكلام خاطئ تماما، والغرض منه ان يستمر الدكتاتور في الدكتاتوريه. الشعوب تتعلم الديمقراطيه بالديمقراطيه، وترتكب اخطاء وتتعلم من اخطائها، والاخطاء قد تكون فادحه احيانا ونتمنى الا يحدث. لان تعرفي ان هتلر جاء بالانتخابات، هتلر ما عملش انقلاب، هتلر انتخبه الشعب الالماني وادى بهم الى الخراب الذي وصلوا اليه. اذا الديمقراطيه
هي أفضل ما نعرفه من أدوات ولكنها ليست مضمونة النتائج. طيب حضرتك شايف ان اللي بيحصل النهارده في مصر نوع من الديمقراطيه، ولا زي ما البعض بيقول انها مجرد مسرحيه، ان احنا ما زلنا في العهد السابق وانه رموز العهد السابق ما زالت موجوده، انه المجلس العسكري تماما كما كان النظام السابق او رئاسة النظام السابق ولا جديد، وانه اللي بيحصل ده يعني ايه عشان طمانه الناس انه في حركه في حيويه، لكن هو في الحقيقه مجلس الشعب البعض يقول انه لم يسفر حتى هذه اللحظه عن شيء ملموس للناس. يعني أنا كإنسان ليبرالي كنت أتمنى أن يكون في مجلس الشعب عناصر أخرى من المصريين، ولكن ذلك لا يمنعني أن أقول أن هذا المجلس هو أول مجلس عناصر أخرى من المصريين. يعني من غير التركيبة أصدق حضرتك، غير التركيبة دلوقتي. ولكن في نفس الوقت عقلي المؤمن بالديمقراطية يمنعني إلا أن أقول أن هذا البرلمان هو أول برلمان حر في تاريخ مصر من عام 52، وقبل 52 كانت هناك ديمقراطية موسمية، يعني الوفد جاء 6 مرات للحكم وأقيل 5 مرات منهم، تمام؟ واستبدل بحكومات الأقليات، وفي خلال 30 سنة من العهد البرلماني النيابي حكم الشعب حوالي 6 أو 7 سنوات. لذلك هذا المجلس لا أعتقد أن هذه مسرحية، بل على العكس أجزم أن هذا المجلس هو إرادة الناس. حتى لو كانت إرادة الناس لا تعجبني تلك قضية أخرى، أنا في الحقيقة هي لا تعجبني، ولكن يجب أن أكون موضوعي وأقول هذا المجلس يمثل المتوسط العام للشعب المصري، وأننا سنتعلم الديمقراطية بالديمقراطية، وأننا نتمنى فقط ألا نخطئ أخطاء فادحة مثل أخطاء 5 يونيو 67 أو أخطاء الشعب الألماني وراء هتلر. ولكن الذي رأيته اليوم، وإن كان يوجع قلبي لأن أحب أن البرلمان يكون مشغول بقضايا خلق وظائف عمل، الاستثمار، تطوير التعليم، كل قضايا الملحة لتطوير المجتمع المصري، ولكن فليكن، لكن فكرة أنها مسرحية لا أؤمن أنها مسرحية. ونحن الآن لسنا خطأ في الأولويات يعني. لا، ونحن لسنا في عهد حسني مبارك، وليس امتداد لعهد حسني مبارك. طيب على إذن الإطلاق. ده يدفعني أن أنا أسأل حضرتك عن تقييمك لأداء المجلس العسكري طوال العام وبضعة أشهر. يعني أنا تقييمي فيه الإيجابي وفيه السلبي، الكثير من الإيجابيات والكثير من السلبيات. نبدأ بالإيجابيات. الإيجابية الكبرى هي انحياز القوات المسلحة لثورة الشعب، وما أدى إليه هذا الانحياز يوم 11 فبراير من سقوط الرئيس المخلوع. هذه الإيجابية إيجابية كبرى، ومش من حق حد ان يقول اصل كان نيتهم الحقيقية، اصل هم ما كانوش عاوزين جمال مبارك. نحن في السياسة نتعامل بالافعال اكثر مما نتعامل بالنوايا والاقوال. فالايجابية الكبرى هي انحياز القوات المسلحة للشعب المصري، وعدم توجيه فوهات البنادق والمدافع لصدور المصريين، فلنتذكر ذلك دائما ابدا. انتقل الى سلبية كبرى مباشرة بعد الايجابية الكبرى. استفتاء 19 مارس أنا أرى أنه سلبية كبرى. لماذا؟ كان لابد من عمل الواجب المنزلي الهوم وورك بتأني أكثر من ذلك. أنت عارف الفارق من 19 مارس و 11 فبراير، ده عبارة عن 5 أسابيع، خاصة فبراير كمان يعني شهر غير مكتمل. 5 أسابيع حطتنا على التراك اللي احنا فيه الآن، بمعنى كان الأجدى أن نشتغل بلجنة من العلماء والمثقفين من كل دوائر المجتمع وقطاعات المجتمع لوضع دستور عصري ملائم، ثم نتأنى في المرحلة الانتقالية وتكون معلنة ان هنعمل دستور، هنعمل انتخابات برلمانية، هنعمل انتخابات رئاسية. إذن في مقابل الميزة الكبرى والإنجاز الكبير للقوات المسلحة، عندما لم توجه فوهات المدافع لصدور الشعب، ففي رأيي هناك خطيئة 19 مارس. أيضا هناك سوء في اختيار الرجال واضح، بمعنى أن المستشارين، أنا لا أعرف من هم مستشاري المجلس، ولكن أستطيع أن أعرف هوية هؤلاء الثقافية من التوجهات. هؤلاء إيه هويتهم؟ لا، بلا شك أن هويتهم ليست إلى الدولة المدنية بشكل كامل، هوية يشبه الدولة الثيوقراطية، وإن كانوا يلعبون علينا بالكلمات عندما يقولون دولة مدنية بمرجعية دينية. ما في شيء اسمه دولة مدنية بمرجعية دينية. الدولة المدنية بمرجعية دينية هي دولة دينية، ولكن استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية شيء، ودولة بمرجعية دينية شيء آخر. أعتقد أن أيضا أن بعض الأمور التي تمت في الشارع خطايا كبرى،
يعني محمد محمود مسبيرو وبورسعيد، هذه خطايا بلا حدود، ولكن لا يمكن أن أصل إلى نتيجة ما مقصودة، لا أستطيع، لا تفكيري تستطيع. تفكيري العلمي يمنعني. طب تفكيرك العلمي لا يمنعك من التوصل إلى فكرة أنه الإعلان أو تقريب المستشارين اللي حضرتك بتقول عليهم أنهم يميلون إلى الدولة المدنية بمرجعية إسلامية زي ما حضرتك بتقول، يعني كل ده مش بيوصل تفكير حضرتك أنه المسألة مقصودة لوضع البلد في حجر التيار الإسلامي لصالح برضو المجلس العسكري؟ يعني بشكل آخر، كان معايا دكتور محمد حبيب بالأمس في نفس المكان بالضبط، وقال لي إنه اللي حصل اتفاق ما بين المجلس العسكري وما بين الإخوان، اتفقوا مع بعض المجلس العسكري يدي الإخوان الأغلبية في مجلس الشعب ومجلس الشورى، بالتعاون طبعا مع الناس، ولأنه عارف إنه ليهم الأغلبية، في مقابل إنه يبقى المجلسين حنينين على المجلس العسكري، ويفضل المجلس العسكري يحكم مصر من خلف ستار، ويأتي الرئيس القادم بالتوافق ما بين المجلس العسكري وما بين الإخوان، فيبقى منظر لا أكثر، والمسألة لها كلها مسرحية كبرى، ويظل المجلس العسكري في خلفية المشهد. أنا لا أستطيع أن أجزم بصواب أو خطأ ذلك. أنا إنسان اتعود أنه أنا إنسان اتعود أنه العلم بيقول أنه دايما في يعني فينا دايما نتيجة، يعني في دايما أمور بتوصل لا إلى نتيجة معينة. طب هل الأمور دي ما وصلتش حضرتك لأي نتيجة من هذا النوع؟ لا يعني أقول لك حاجة، أنا اللي استشفه من كلامك وأوافق عليه أن المجلس العسكري مشغول بطلب حصانة. وخليني أكون واضح وأقول إن أنا أيضا أستخطئهم في طلب الحصانة من الإخوان المسلمين. هذه الحصانة كانت تطلب من الشعب، كانت يوم 12 فبراير سنة 2011 يخرج المجلس العسكري ممثلا في قيادته ويقول للشعب نحن كنا جزءا من النظام الذي سقط، ولكننا رفضنا أن نوجه فوهات المدافع إلى صدور الشعب ووقفنا معكم ونطلب الحصانة من الشعب. الحصانة تطلب من الشعب وليس من أحد. كل ما استشفه من كلامك ومن كلام الأستاذ حبيب أن هناك رغبة في الحصانة، أنا أيضا أتفهم ذلك. أنا أتفهم أن الناس اللي قاعدين في المجلس العسكري مش عاوزين يشوفوا اللي حصل في الثورة الفرنسية بيحصل تاني. بالظبط، ما أنت عارفة إيه اللي حصل في الثورة الفرنسية. بالظبط، روبسبير كان بطل الثورة الفرنسية اتخذ على المقصلة، تمام، ودانتوني اتخذ على المقصلة. بالزبط، بمعنى أن الثورة بتاكل أبنائها. من ناحية الإنسانية يجب أن نقول هل انشغال المجلس العسكري بنوع من الحصانة مفهوم؟ نعم مفهوم، وكلمة مفهوم غير مقبول، يعني كلمة مختلفة، هو شيء مفهوم. لو أنت كنت مكانهم كنت هتقولي هو أنا أطلع في 1 يوليا ويوم 2 يوليا يكون في 150 محامي مقدمين فيها قضايا. صحيح. بس كان في رأيي أنا وما زال طلب تلك الحصانة يكون من الشعب المصري. ولكن أخطأوا الآليات. لا 100%، لأن الوحيد الذي يملك، أصلا أقول لك حاجة، نفرض ان الاخوان اعطوهم الحصانه، ما ممكن، ما الاخوان ليسوا مرجعيه، بمعنى ممكن تيجي قوة اخرى في يوم من الايام وتقول مين قال ان الحصانه دي في محلها؟ مين قال ان هي شرعيه؟ مش احنا رجعنا من شهرين ثلاثه قلنا على بعض شركات القطاع العام التي خصصت ان الخصخصه كانت خاطئه بعد 13 سنه؟ طب ما ممكن الحصانه التي يمنحها البعض تلغى. الذي لا يلغى حصانه من الشعب. انا لا اعرف كيف فات على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الحصانة تؤخذ من الشعب ولا تؤخذ من فريق. لك أنا خدتها من الشعب برضو عن طريق ممثلي الشعب، الأغلبية من ممثلي الشعب من الإخوان. تصوري لو كنا عملنا استفتاء في 1 مارس ونقول فيه أن الشعب وفاء منه للقوات المسلحة التي رفضت إطلاق النار عليه بيعفيها من مسؤوليتها في عهد حسني مبارك. كلام حضرتك كان هيبقى مثالي قوي وممكن يتحقق لو انه احداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء واحداث مسبيرو ما تمتش. ساعتها لو كان طلب الحصانه كانت الناس، لكن الا تعتقد ان الصوره بعد الاحداث الداميه اللي حصلت دي خلت تحول المجلس العسكري؟ لا، ما حضرتك بتقول يطلب الحصانه. انا قلت يوم ده، انا قلت لك يوم 12 فبراير. يوم 12 فبراير. انا معاكي تماما. انا معاكي ان الاحداث قللت من فرصة حدوث تلك الحصانة الشعبية. بمعنى أن الحصانة التي كانت ستعطى بصدر رحب يوم 12 فبراير 2011 غير الحصانة اللي تطلب بعد ماسبيرو زي ما بتقولي. وبعد محمد محمود. بالزبط. وبعد يعني إيه موضوع كشف العذرية ده؟ يعني ده وحده فضيحة من فضائح حقوق الإنسان. تمام. وفي قدر، يعني في الآن النهاردة عدد من الإعلاميين محال إلى التحقيقات بتهم في غاية الغرابة.
يعني بعض زملائكم في القنوات الفضائية محال بما يشبه أنه يعمل انقلاب على نظام الحكم. هذه أخطاء كثيرة، ولكن تخيلي أنني أعرف أننا يعني سأخسر بعض المشاهدين بما سأقول. أنا لا أعتقد أنها أخطاء بسوء نية. أنا أعتقد أن المجلس العسكري لم يمارس السياسة مثله مثل معظم أعضاء البرلمان اليوم. الإخوان المسلمون مارسوا السياسة أكثر من أعضاء مجلس الشعب، يعني عندهم 80 سنة في الشارع السياسي، ولكن عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أول مرة في حياته بيمارس سياسة. ولا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يمارس سياسة أبدا. حسني مبارك وجمهوريات يوليا جعلت الجيش جيش حرفي لمدة طويلة، وده شيء جيد، وهم وجدوا أنفسهم في حالة ورطة يوم 11 فبراير 2011. طيب دلوقتي احنا في أزمة حقيقية، أزمة انه البعض بيطالب بخروج آمن للجيش أيا كان المسمى الناس تختلف معاه أو تتفق، أو حصانة ما للجيش. المجلس طلب، مجلس عسكري طلب الحصانة من أعضاء مجلس الشعب. في أقاويل الآن حوالين أن الحصانة دي هتوضع في الدستور، وبالتالي لازم يبقوا مسيطرين على اللجنة التأسيسية للدستور اللي هتكتب الدستور عشان تديهم هذه الحصانة في الدستور. طيب والمجلس العسكري أكيد فقد جزء من مصداقيته بعد الأحداث الدامية. ما هي أفاق الحل؟ نخرج بقى من الأزمة إزاي؟ إزاي نعمل التوازن ما بين أن احنا نحافظ على حقوق المجلس العسكري والجيش ونديله بعض الحصانة، وفي نفس الوقت نخليه تابع لرقابة الدولة بحيث ما يكونش فيه مؤسسة مستثناة من الرقابة، ونقدر نعمل التوازن ده ازاي في الوضع الحالي؟ بدأنا نسمع أصوات عاقلة تقول الآن أن الحل الوسط الكومبرومايز هو الحل فيما تقولين. ففكرة أن القوات المسلحة تكون بمنأى عن الرقابة السياسية والمالية هي فكرة مرفوضة من معظم الناس، واضح حتى من كلامك بدون ما تقوليها أنها مرفوضة منك ومرفوضة مني، بمعنى فكرة أن ما يكون غير حاجة. أنا يعني أراء الآخرين واضح من طريقة العرض أن ما ينفعش حد يكون بمنأى عن الرقابة. بالظبط. يعني إزاي الوحيدين اللي بمنأى عن الرقابة؟ الملوك في البلاد اللي فيها الملك لا يحكم، هو بيصبح بمنأى عن الرقابة لأنه لا يحكم، فطالما أنه حكم فيراقب. فأنا فكرة أن يكون بمنأى عن الرقابة أعتقد أنها لن تحدث، حتى لو أحدثوها افتعالا فسوف تجهض آنفا. ولكن الحل هو أن يكون هناك حل وسط، أن الجيش له يعني المخابرات العامة، القوات المسلحة لها الكثير من الأعمال التي لا يصح أن تناقش على الملأ، ولكن بوجه عام يمكن أن تناقش الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة، وأن تستقل القوات المسلحة في اختيار قواعد عملها وقواعد ترقيتها. هناك دائما حلول وسط ما بين، والسياسة أيضا مرة أخرى هي فن الممكن. ولكن أنا شخصيا أرى أن من حق القوات المسلحة، لو كنت أنا مكانها ولو كنت أنت مكانها، كنت هتكوني مشغولة بفكرة هل إحنا نقف مع الشعب ونخلي الثورة تنجح ويسقط حسني مبارك، ثم بعد سنة ونص نكون إحنا في الأقفاص. طب إزاي نحل الأزمة دي؟ يعني زي المجلس العسكري كأفراد بقى مش الجيش، يعني نفصل هنا ما بين المجلس العسكري ومؤسسة الجيش. زي المجلس العسكري يضمن أنه بعد ما يسلم السلطة فورا ما يجيش محامي يقول باعتبارهم بالمسؤولية السياسية هم مسؤولين عن قتل المتظاهرين في شارع محمد محمود أو في مجلس الوزراء، أو أنهم القتل في أحداث مسبير. هنا زي مبارك، ما هو مبارك دلوقتي بيحكم بقتل المتظاهرين بالمسؤولية السياسية. ازاي يضمن الكام شخص الموجودين في المجلس انهم ما يتقدموش للمحاكمه بنفس التهم دي؟ لا، ولا يجب ان تعطى لهم تلك الضمانه اذا كان المقصود بالضمانه ذلك. انا كنت اقصد بالضمانه هو انهم كانوا شركاء في عهد مبارك، وبالتالي بوقوفهم مع الشعب انتهت مسؤوليتهم واجلوا ساحتهم. ولكن لا يمكن ان تجلى ساحه اي احد عن موضوع محمد محمود او عن مسبيرو، يجب ان تحقق تلك الامور ويدان فيها من يدينه القضاء. يعني إذا قبلنا أن تكون الحصانة مش هيسيب الحكم يا أستاذ طارق. كده البعض بيقول إنه مش هيسيب الحكم لو فكرنا بالمنطق ده، يعني لو هم حطوا في العقلية، يعني خلينا براحة بهدوء، لو فكروا بالعقلية دي إن أنا كده كده المجتمع هيحاسبني بالمسؤولية السياسية عن هذه المجازر، طب أنا أسيب الحكم ليه؟ بس إحنا الآن بنعمل افتراضات مش في محلها. ليه؟ لأن العجلة تسير. هي دي مش في محلها، هو ده سؤال صعب. لا 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 محدش قادر يرد عليه. لا أبدا. ليه؟ إحنا مش على بعد 7 سنين، إحنا على بعد 60 يوم أو 90 يوم من الموعد المقرر، بمعنى أن لكل حادث حديث. لقد تمت انتخابات مجلس الشعب، وأغلب الظن أنها كانت إلى حد بعيد انتخابات
نزيهة، والنزاهة مسألة نسبية وفيها يعني مواضيع كتير يعني. يعني لا شك أن في بعض القضاة كانوا أصحاب توجه إسلامي وأثروا على الناخبين، ولكن في النهاية التيار الإسلامي اللي حصل على 70% لو عملنا أي رقابة على الانتخابات رقابة يعني موضوعية هيبقوا عندهم 55%، مش هيبقى عندهم 5%. صحيح. بمعنى يعني هتقل حاجة بسيطة. يعني هم أصحاب أغلبية في الشارع المصري. سواء راضينا أم أبينا فتلك هي الحقيقة التي يجب أن نقبلها ديمقراطيا وأن نتعامل معها بالوسائل الديمقراطية وليس بالندب والبكاء. إحنا على بعد 3 شهور من آخر يونيو، فإذا كان هناك رئيس جمهورية منتخب في آخر يونيو، ورئيس جمهورية يبدأ في العمل مع السلطات لعمل دستور جديد، فلماذا نفترض دائما أنهم لن يسلموا السلطة؟ لماذا نفترض ذلك؟ ما هو مش شرط تسليم السلطة بمعنى أنه ربما يسلم السلطة، لكن يسلم السلطة لرئيس هو يريده، يعرف أنه سيتوائم معه في المستقبل. عموما ده هيفتح موضوع الرئيس التوافقي، لكن اسمح لي أخذ تقرير عن معايير اختيار رئيس الجمهورية، نأخذ تقرير من الشارع وأعود لاستكمال حوار مع حضرتك. لو كان حاطط برنامج لازم نسمع هو البرنامج اللي هو حاطه على ولا الاساس ده ونختار الرئيس الجديد. خبرته في المجال الدولي ازاي يتعامل مع الدول الثانيه، الدول العربيه، تمام، الداخل والخارج، عنده نظره داخليه للشعب وحاسس بالشعب وحاسس بالناس. يرجع مصر للوطن العربي زي ما كانت مصر زعيمه الامه العربيه، ثم مصر زعيمه العالم الاسلامي زي دول عدم الانحياز، ثم يحس بالطبقة المتوسطة. يكون شاب زينا. 2، ان هو يكون يعني ايه يعني يبص للناس الفقراء، ما يسيبه من الناس اللي هي عايشة في مصر الجديدة والناس ديت. يكون ناشئ من المجتمع، حاسس بآلامه ومشاكله ومشاكل كل الناس. يكون قلبه طيب وراجل كويس وعادل، يعني ما يظلمش حد يعني. مش يقعد على الكرسي ويبقى في الاول كويس وكده وبعد كده ينسانا. دكتور، من الرئيس القادم في مصر؟ لا اعرف، ولكن يعني دعيني ابدا بالاتي. امس كان في قرابه 200 شخص تقدموا للترشح. هل هذه ظاهرة إيجابية أم سلبية؟ أعتقد أنها ظاهرة إيجابية، فليكن. وستكون الانتخابات الحقيقية هي انتخابات الإعادة، لأن مستحيل حيكون حسم من الدور الأول. أنا في رأيي حتى لو كان رئيس توافقي توافق عليه الإخوان والمجلس العسكري برضه هيعيد أصل أنت تخيلي 200 واحد، نفرض أن في منهم 90 استوفوا الشروط أو 80، فسوف يتم شرذمة الأصوات، وبالتالي سيعاد بين الأول والثاني في عدد الأصوات. أنا رأيي الخاص أننا يجب أن نتعامل مع أشخاص الذين يتقدمون لهذا المنصب بحد أدنى من الاحترام. بمعنى سمعت بعضهم يتكلم على البعض الآخر بلغة تسيء إلى الحياة السياسية تماما، يعني وصف الدكتور البردعي بأنه محتاج يتعلم لغة عربية، يعني شيء مؤسف. أنا سأفعل عكس ذلك وأقول أن كل مرشح ومصري وطني فاضل يريد لهذا الوطن أن يكون في مستقبل أفضل، وقد نتفق أو لا نتفق معه على الروشتة. بعد ذلك لا يمنعني قولي بذلك من أن أقول أني لا أرى أي مبرر لأن يخوض انتخابات الرئاسة أي إنسان عمل مع حسني مبارك في منصب وزير أو أعلى. كل الذين اشتركوا مع حسني مبارك في منصب الوزير أو رئيس الوزراء أنا أشعر بغرابة أنهم يقبلون على أن يرشحوا أنفسهم. لماذا؟ لأني واثق أن الشعب لن يعطيهم صوته. ولكن كيف نقبل أن يكون الرئيس القادم أحد المقربين من حسني مبارك؟ هل يستطيع أن يخرج ويقول لنا ما قالته الثورة، وهو أن محمد حسني مبارك هو أسوأ وأسود عهد في تاريخ مصر كلها، وأن الفساد الذي أسس له حسني مبارك وأسسته أسرة حسني مبارك هو شكل من أعتى أشكال الفساد في تاريخ الفساد. هل يستطيع أحد وزراء حسني مبارك أن يقول ذلك؟ بس لم نسمع. البعض بيقول أنه الثورة قامت لدمج الجميع وليس لإقصاء طرف حتى وإن كان من عهد نظام مبارك. يعني في البعض بيقول لك الفلول تحجب وما ينزلوش العمل السياسي إطلاقا ويحرموا منه
طيلة حياتهم. لكن بعض الآخر بيقول لك لا، مش كل اللي عمل مع نظام مبارك هو فاسد، وبالتالي من الظلم إقصاء بعض من عملوا في ظل النظام السابق. ناخد كلامك، بتقولي ليس كل من عمل مع نظام مبارك، ولكن أعضاء لجنة السياسات ليسوا كل من عمل، هم صفوة الصفوة، ووزراء ورؤساء وزراء ليسوا كل من عمل، وإنما هم على ذروة من عمل. زبطلهم الفساد أصبح يعني حضرتك يعني بشكل مباشر مؤكد، وساهموا في إفساد الدولة. مؤكد أن كل من اشترك في حكومات حسني مبارك لا يصلح لرئاسة مصر. رئاسة مصر لا يمكن أن تقول إلى شخص كان وزيرا أو رئيسا للوزراء في عهد حسني كده مبارك. حضرتك قلت أن أنت بتطالب بقانون يصدر من مجلس الشعب لحظر رموز عهد المخلوع وقيادات الحزب الوطني، وبين قوسين كل الجراثيم الذين كانوا أعضاء بلجنة سياسات النجل اللعين زي ما حضرتك القراد 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 يتغذى بدم الحيوانات، ممارسة العمل السياسي ما تبقى من أعماره 100%. معقولة أن أعضاء لجنة السياسات الذين نهبوا مصر وهم السبب في وجود العشوائيات وفي وجود الفوضى الاجتماعية وفي وجود الفقر وملايينهم في الخارج، معقول أن هؤلاء كان يجب أن يحاكموا سياسيا؟ كانوا يضعوا سياسات يعني قصدك أن السيد عمرو موسى كان يجب أن يحاكم سياسيا الآن بدلا من أن يرشح نفسه رئاسة الجمهورية؟ لا أريد أن أتكلم عن أحد منهم بالاسم، ولكن أقول أن كل من شغل منصبا سياسيا مثل وزير أو أكثر أو رئيس وزراء شفيق أو هذا رأيي الخاص مع احترامي الكامل لهم كأشخاص وكعقول، أرى أنه لا يمكن أن يكون رئيس مصر المقبل واحد من الذين ساهموا في عهد حسني مبارك. وكل واحد منهم لما يجي يقول طب بس انا كنت، انه يكون من التيارات الدينيه التي فازت بعد الثوره قد يكون، ولكن انا شخصيا يعني انا لا، قد يكون بعلمك بعقليه المجلس العسكري وبعقليه حتى الشعب المصري، هل تعتقد ان الرئيس القادم ربما ياتي بذقن ستكون من غير الحكمه سيكون مما يخالف كل الحكمه ان يكون رئيس الجمهورية القادم تابع للإخوان المسلمين. يكفي تلك السيطرة على السلطة التشريعية والمشاركة الكبرى التي ستكون لهم في السلطة التنفيذية. هيقول لك احنا سلفيين مش من الإخوان المسلمين. لا يا بعض مرشح رئاسة التيار اولا انا لا ارى ان لهم حظوظ يعني في الحقيقة. يعني انا اعتقد ان هناك بين يا دكتور عبد المنعم ابو الفتوح ملوش حظ؟ لا له حظ، ولكن لا اعتقد انه يمثل ما تريده مصر. طب حازم ابو اسماعيل ملوش حظ؟ لا، يعني سنكون في أزمة كبرى مع العالم إذا كان لنا رئيس له ذلك اللون، مع احترامي الكامل له، لكن لا يمكن أن يكون لمصر رئيس له هذا اللون الأيديولوجي، هذا لون أيديولوجي ما يعني لا يجوز يعني. بس الاستفتاءات الأولى والله بتقول أنه بيحصل على أرقام كبيرة في الاستفتاء. قد يكون ده معنى أنه القادة السلفية في مصر كبيرة، وحضرتك قلت أنه الإخوان المسلمين فجأونا عموما لهم مساحة في الشارع. فجأونا أنا أعتقد ممكن يفاجئونا برضو في انتخابات الرئاسة. احتمال كل شيء وارد، ولكن انت بتسأليني عن رأيي. أنا في رأيي أننا نريد رئيس متكون تكوين تعليمي وثقافي رفيع له خبرة إدارية وسياسية وينتمي إلى العصر بشكل كبير، لأنه سيكون مسؤول عن العلاقات الخارجية وعن التعامل مع القوى العظمى. في هذا أنا قلت في عدة أحاديث صحفية أنني لو أنزل للانتخابات فكنت سأعطي صوتي للدكتور محمد البردعي، لأنني أعتقد أنه يمثل المدرسة الفكرية التي نحتاجها. الرجل الآن انسحب لأسباب. لمن ستعطي صوتك إذن؟ بلا شك لمنصور حسن. منصور بلا حسن. شك. حتى رغم كل ما يقال عن أنه ربما يكون هو الرئيس التوافقي الذي سيأتي بالتوافق بين الطائرات المختلفة. أنا ليس عندي مشكلة في موضوع الرئيس التوافقي إطلاق. أنا ما عنديش مشكلة في حكاية إن إما أن آخذ كل ما لا أريد أو أترك كل شيء. هذا ليس منهجي في الحياة، ليس منهجي في التفكير، إن يا إما عندي كل ما أطلب يا إما لا. يعني ما واحد يقول لي قد تبقى القوات المسلحة في وضع يشبه القوات المسلحة التركية منذ عهد أتاتورك، أقول له ربما، وربما يكون ذلك مناسب لحالتنا ربما. يعني هل نريد أن اجتماع زي اليوم بتاع مجلس الشعب يتخذ قرار بحرب غير مستوفية الشروط؟ ولا نريدها في الحقيقة، لا نريد حروب، حتى الحروب اللي مضمون نكسبها مش عاوزينها. أنا مش عاوزين ننشغل بالحروب، عاوزين ننشغل بالبناء. أنا أرى أن مصر تريد إنسان مكون تعليما وثقافة وخبرة بشكل كان متوفرا في الدكتور محمد البردعي الذي تعرض
لحرب إعلامية ممنهجة لما يسمى كاركتر أساسينيشن، اغتيال معنوي. صحيح. رجل فاضل. اسمح لي أستاذ طارق ناخد تليفونات بس، مداخلات من الجمهور. معنا الأستاذ شاذلي من الأقصر. مساء الخير يا فندم. أستاذ شاذلي حضرتك سمعنا؟ ألو، سامع. مساء الخير يا فندم، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اتفضل. إزي سامعكم يا فندم، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. بس هستأذن حضرتك تسمعنا من التليفون بلاش من التلفزيون. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. احنا بنحيي حضرتك وشعب لوكسور. اهلا وسهلا يا سيدي، متشرف بذلك. الله يخليك. بس نوطي التلفزيون، تسمعنا من التليفون، وحضرتك لو عندك مداخله او سؤال اتفضل. ماشي يا فندم. لا والله العظيم احنا بنحييك وبنحب بنعز قناه التحليل جدا قوي، يعني قناه محترمه. طب عند حضرتك اي سؤال يا فندم؟ يا فندم، زي ما تقول ايه، يعني الحكومه دي ما شفناش منها حاجه ولا عامل حاجه بالنسبه للقدرات نعم؟ سامعين حضرتك، اتفضل. طيب استاذ شاذلي، حكومه ولا دي ما شفناش حكومه انقاذ وطني؟ لا، دي ما ينفعش حكومه انقاذ وطني يا فندم. طيب ما ينفعش حكومة إنقاذ وطني. وجهة نظر حضرتك وصلت أستاذ شاذلي، شكرا جزيلا. معانا الأستاذ عماد من سوهاج. مساء الخير أستاذ عماد. مساء الخير يا فندم، ازيك أستاذ رانيا؟ أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور طارق. أهلا وسهلا يا سيدي. أستسمع حضرتك إني ما تغيبش عننا. أهلا وسهلا يا سيدي. ما تغيبش عننا، ولقاءات حضرتك التلفزيونية يا ريت إنها تنزل على موقعك الشخصي على الفيسبوك. إن شاء الله. عند حضرتك اي سؤال استاذ طارق؟ بالنسبه للماده 28 من الاعلان الدستوري اللي هي بتحصن اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، هل هذا قد يؤثر على عمليه التصويت وعدم ثقه المواطن في ايصال صوته الى المرشح اللي هو عايز يوصله له في حاله عدم اصلاح الماده؟ سؤال مهم استاذ عماد من سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. الأستاذ شاذلي قال لحضرتك أنه حكومة الإنقاذ الوطني دي، لا أنا معاه في أنه في اعتراضه على أداء الحكومة الحالية، أنا معاه تماما، ولكن أيضا أنظر إلى الأمر أنها حكومة مؤقتة وأنها تقف على رمال متحركة، بمعنى أنا آخر واحد يؤيد أن يكون رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، لأن المنطق عندي هو أن الدكتور كمال الجنزوري كان جزءا لا يتجزأ من نظام حسني مبارك، وهو لم يطلق النظام المباركي، وإنما العكس هو ما حدث، وهو يعرف ذلك، وهو يعرف من حواراته معي أنه يعرف ذلك، أنه لم يتركهم، هم الذين تركوه. ولكن في النهاية أنا كرجل يؤمن بأن السياسة هي فن الممكن، أقول نحن على أعتاب الصيف وستكون هناك حكومة جديدة، ويجب أن يكون هناك للأغلبية الموجودة في مجلس الشعب عدد كبير من الوزراء، وقد يستغرب البعض مما أقول، ولكن لا يمكن أن يكون الحزب عنده أغلبية وما عندوش وجود قوي في حكومة، وإلا سيتحول إلى كما رأى. يعني حضرتك مع فكرة الحكومة الائتلافية اللي بيتكلموا عنها تكون برئاسة الإخوان المسلمين أو برئاسة حزب الحرية والعدالة؟ بوجودهم على الأقل. بمعنى إيه؟ تعرفي لو ما واحد حزب ياخد، يعني التيار الإسلامي ياخد 70% وما نخليهوش موجود بكثافه في الحكومه، معناه بنقول له انت رغم ان انت فزت في الانتخابات فانت حزب معارضه. بس ما ينفعش ان يبقى حزب معارضه وهو فايز في الانتخابات. ولو عملنا كده هنشوف منه جلسات زي بتاعه النهارده اللي هي جلسات الهدم فقط. ولكن عندما يكونوا في السلطه ويشتركون سوف يتحولون الى البناء عن الهدم، وهذا طبيعي ان يكون وزرائهم موجودين في الوزاره. فلما يهاجموا يبقوا بيهاجموا وزرائهم. لذلك انا معه في ان الوزاره الحاليه لم تقدم شيء، ولكن هل رئاسة وزارة في المرحلة الحالية مهمة سهلة؟ أيضا يجب الإنسان يحط، يعني يقول إن اللي إيده في النار مش زي اللي إيده في المية. طيب أنتقل لسؤال. بصراحة أنا ما فهمتش السؤال، فأرجو إن حضرتك توضحه. أستاذ عماد من سوهاج بيقول لحضرتك على المادة 28 من الإعلان الدستوري اللي بتحصن بالطبع قرارات اللجنة الرئاسية ضد الطعن. بيقول لحضرتك ده ممكن يفتح الباب لعدم ثقة المواطن في الإدلاء بصوته، إنه ممكن المسألة يتم تزويرها وما يتمش الطعن على اللجنة، إنه تتم تزوير الإرادة أو يتم انتهاك العملية كلها وما يتمش الطعن على قرارات اللجنة. يعني دي عاملة حالة تخوف عند جداً المواطن جدا، وعنده حق وعندك حق وعند كل واحد حق، بمعنى أننا لو افترضنا الآن أننا سنترك لمجلس الشعب أن ينفرد بعملية وضع الدستور،
فاحنا عارفين نوع الدستور اللي هيطلع مش كده ولا يعني عارفين مش محتاجين ان حد يقول لنا عارفين جيدا نوعيه الدستور فيما يخص المواطنه فيما يخص طبيعه الدوله وايضا شوفي من اول ما بدينا مش عاوزين حاجه اسمه المجلس الاعلى للمراه عاوزين يسموه المجلس الاعلى للاسره يعني كلما اعطي للمراه حق يريد ان يفتئت عليه فانا معه تماما في هذا التخوف انا اعتقد ان على المجلس العسكري بالاتفاق مع كل القوى السياسيه أن يضمن أن اللجنة التي ستضع الدستور سوف تكون على مستوى تمثيل ضمير الأمة بكل أطيافها وما تكونش صورة مجلس الشعب إن ده ما ينفعش لأن لو صورة مجلس الشعب يعني معناه أن في فريق سياسي سوف يستبد بالأقلية لذلك أنا معه تماما في هذا التخوف. طيب معنا الأستاذ فتحي من البحر الأحمر. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء الخير. أهلا مساء النور. تفضل أستاذ طبعا الأول برحب بالدكتور طارق حجي الراجل المفكر الليبرالي وقبل ما اتكلم على حته المفكر الليبرالي انا بتمنى من الدكتور طارق حجي ان هو يكون لجنه مش عايز اقول عليها حزب لا لجنه من المثقفين الليبراليين علشان يطوفوا بمحافظات مصر كلها وخصوصا بارتكل القاهره والاسكندريه اللي الجماعات السلفيه سيطرت عليها والاخوان المسلمين وطبعا انا بتفق معاه على خبرات الاخوان المسلمين في الحراك السياسي ان هم بداوا اعمالهم من سنه 1928 بوسيله اللي هي الغايه تبرر الوسيله اللي استخدموها في بدايه تكوين الجماعه في مدينه الاسماعيليه ايام الامام حسن البنا الرجل العظيم الرجل المخلص للجماعه بصرف النظر عن اختلف معاه او اتفق معاه. النهارده انا عايزين من الاستاذ طارق حجي ان هو يعرف للناس ما معنى هي الليبراليه لان هي استغلت ضد الليبراليه وليس لصالح الليبراليه لما حاولوا يدخلوا الانتخابات في بتاعه مجلس الشعب او مجلس الشورى في الفتره الاخيره لان صحيح. طبعا السلفيين والاخوان المسلمين طبعا هي في مشكله كبيره من التيارات الليبراليه يعني البعض بيتهمهم يا استاذ فتحي بانهم مقاموش بالدور الواجب النهارده هي هم صنفوا مصر طبعا مصر اتصنفت للاسف دلوقتي لكاب ودقن وجنس الحاجة الثانية طبعا أنا مش هطول على البرنامج وعلى الدكتور طارق حجي إن أنا طبعا معاه في تأييد الدكتور منصور حسن لأن الدكتور منصور حسن رجل فعلا رجل دولة من المقام الأول. شكرا جزيلا أستاذ فتحي عشان بس ما حدش يفتكر إن إحنا بنروج لمرشح دون الآخرين. صحيح أستاذ فتحي طرح فكرة مهمة هتخليني كمان أسأل حضرتك إنه ليه التيارات الليبرالية فشلت فشل ذريع في التواصل بينها وبين الجمهور وده ظهر طبعا بلا شك في مسألة الانتخابات والاستقطاب اللي حاصل ما قدروش يحصلوا كمان على أصوات تؤكد أنهم موجودين في الشارع. اسمحي لي معلش مش عاوز أبقى دايما مخالف لك ولكن فشل وفشل ذريع اختلف معاكي فيها هقول أنهم لم يحققوا النجاح المرجو بمعنى أن حزب واحد من الأحزاب الليبرالية عشان يحصل على قرابة 10% بعد 6 شهور من تكوينه مش 85 سنة زي الإخوان المسلمين فده لازم نشوف كل الأمور من كل الزوايا زي ما الفيلسوف هيجل بيقول كل شيء مرتبط بكل شيء. بس المثقفين الليبراليين موجودين في المجتمع برضو من زمان بغض النظر عن اللعب. لا أنا معاكي تماما ومع ذلك تحولت مصر إلى دولة دينية وبدأت تضمحل فكرة مدنية الدولة صح ولا غلط؟ صح أنا معه تماما في مقال وفي نيتي وأقول لكل من حولي عندما يطالبني بالدخول في العالم الحياة السياسية وبالترشيح وبكل هذه الأمور أقول أنا سأبدأ العمل السياسي الممنهج القائم أساسا على رسالة ثقافية بعد استقرار الأوضاع الحالية عندما تدور العجلة ويكون هناك رئيس للجمهورية ويكون هناك نوع من استتباب الوضع العادي والانتقال من الاستثنائي إلى العادي فإن عندي نية أن أفعل بالضبط ما قال وهو أن نشاط سياسي قائم على خلفية ثقافية للترويج لمبادئ الحداثة التي يعني لوثت ومسح بها الأرض يعني ما نقول مدنية الدولة لما نقول الليبرالية حتى العلمانية أنا أؤمن أن الإسلام علماني في الأصل وأن كلمة أنتم أدرى بشؤون دنياكم تصلح إلى تأسيس مذهب علماني كامل تمام ولكن
أنا أوافقه تماما أن على الليبراليين أن يتوقفوا على الشرذمة وأن يتعلموا من الإخوان التواصل مع الناس. صحيح. ولكن أيضا نرجع ونقول أن تمويلهم أقل من الإسلاميين. يعني أنا عندي ملفات عن تمويل الإسلاميين، يعني عندما يثور الكل على التمويل الأجنبي، طب وإيه رأيكم في تمويل الإسلاميين؟ وإيه رأيكم في القنوات القطرية والسعودية؟ ولكن هذا موضوع يعني فليبحث بطريقة علمية في أماكن أخرى. ولكن أنا أوافقه تماما، لابد على الليبراليين من يعني التوحد. يعني الحكومة طغضت عن تمويل الجماعات الإسلامية المختلفة سواء إخوان أو سلفيين أو غيرهم، ومسكت في التمويل الأجنبي الذي يأتي لبعض المنظمات. وبعدين حضرتك ترجع تقولي أنه المسألة ما كانتش مقصودة وأنه خطأ في الإدارة، لا، في علامة استفهام. لماذا يعمل المجلس العسكري لصالح التيار الإسلامي؟ قد يكون أقرب ثقافيا لهم. أنت عارفة عشان الإنسان يكون من أنصار يعني الدولة المدنية. يعني المجلس العسكري من الإخوان؟ لا ما أعرفش في الحقيقة، ما أعرفش. طب أقرب ثقافيا، ولكن هم أقرب ثقافيا. أنا أعتقد أن هم أقرب ثقافيا، بمعنى إن لو حطينا المجلس العسكري وحطينا نسيج الفكر الليبرالي والدولة الحديثة ونسيج الإخوان، فقد يكونوا هم في منطقة في الوسط. والإنسان كلما يعني أصل هو الأسهل للإنسان يكون إسلامي، الأسهل. المطلوب من الإنسان لكي يؤمن بقواعد الدولة الحديثة وفعاليات الإدارة الحديثة والتعلم من الذين نجحوا من قبلنا، هذا هو الأصعب. الأسهل إن أنا أعمل حل هلامي، أنا عارف إيه هو الحل والإسلام هو الحل، وربنا إن شاء الله هيحلها من عنده. وإحنا نقول وما فيش حلول ملموسة على أرض لا 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 الواقع. بالعكس إحنا نقدر نقول له هيحلها زي ما حلها في الصومال وفي أفغانستان. مش كده؟ مش هو ده الحل ولكن خلينا نطلق حضرتك الآن. كمان قلت ده بيفتح ملف، انه حضرتك قلت بالعلم والإدارة يكون التقدم، وبالشعارات والأيديولوجيات يكون البعد عن طريق التقدم، وبالعلم والإدارة هم القاطرتان اللتان أخذتها مجتمعات مثل اليابان وتايوان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لأفاق التقدم العليا التي بلغتها هذه المجتمعات. مصر مفتقدة إلى العلم ومفتقدة إلى الإدارة، صح أم خطأ؟ 100% صح. 100%. كيف نصل إلى دولة تعمل بالعلم والإدارة؟ نصل إلى ذلك عن طريق استقرار سياسي فيه حراك سياسي واجتماعي يأتي بأفضل أبناء وبنات هذا الشعب إلى المناصب العليا، وهم وحدهم سيجرون القاطرة. ولكن كلما كان الإنسان مؤدلجاً يعني عنده مذهب في هذا العصر، فمعناه أنه لا، أنه سيخالف العلم وسيخالف الإدارة. بمعنى لما ناخد تجربة زي تجربة ماليزيا، وأنا مش بتكلم عن تجربة قريت عنها مقال وإنما قرأت عنها عشرات الكتب ورحت هناك وأعرف جيدا ماذا فعل مهاتير محمد. هو واحد قال لنفسه، وأنا في حوار تلفزيوني في البي بي سي بيني وبينه، وبالتالي فأنا أعرف الشخص يعني. وقال لي أنا في حوار شخصي، أنا كنت مقتنع أن أدوات تقدم الغرب هي ليست مسيحية ولا غربية ولا يهودية، ده تقدم إنساني، علوم الإدارة الحديثة، علوم التسويق، الموارد البشرية، اختيار أفضل الناس، التدريب، فعل ما فعله الآخرون الناجحون، هو عمل كده. فإذا به ينشل ماليزيا من مستوى مصر الاقتصادي سنة 80 إلى مستوى كوريا الجنوبية الآن، ويجعلها من قمم الاقتصاد العالمي. الواجب علينا الآن أن نؤمن أن العلم ليس له هوية، اطلبوا العلم ولو في الصين، وأن علوم الإدارة الحديثة هي المنهج الوحيد للتقدم. فإذا وصلنا إلى تطبيق العلم والإدارة فسنحقق للشعب المصري ما يريد. ماذا يريد الشعب المصري؟ طب وكيف يمكن وضع العلم والإدارة في الدستور؟ يعني التأسيس لهم من الدستور، هل ده ممكن ولا المسألة ليها علاقة بالتطبيق ليس أكثر؟ كلاهما. هو أنا يعني أقول لك حاجة، أنا رغم أني رجل قانوني وأؤمن بالدساتير، بس أؤمن جداً بفحوى ما قلته الآن في سؤالك، إن التطبيق لا يقل أهمية عن النص. يعني في أمم متخلفة جدا عندها دساتير راقية جدا. يعني لو رحنا في بعض الدول الإفريقية التي تحكم كأنها مزارع خاصة، ممكن نجد عندهم دستور كوبي من الدستور الفرنسي أو الدستور البلجيكي. فالدستور في حد ذاته مهم ولكنه لا يكفي. العبرة بالطبع بأن نص قانوني ينص على المواطنة ويجعل أن المصري أمام الدولة فقط مصري. طب البعض بيقول يعني إذا كنا دولة مش قادرة حتى تدير الانفلات الأمني وتسيطر على الانفلات الأمني اللي موجود في الشارع، هل ممكن تدير مفاعل نووي؟ هل ممكن تدير شيء يعني لا قدر الله لو الإدارة فيه سيئة ممكن يعني تؤدي إلى كوارث شديدة يعني؟ ستي ألمانيا هزمت سنة 18
وكانت على الأرض. وسنة 39 يعني بعد 19 سنة كانت أقوى قوة عسكرية في العالم وقوة علمية. هي كل الأمور مرهونة بالإرادة. بالإرادة. هل هناك إرادة؟ هل انفلات الأمن في الشارع مرهون بالإرادة؟ الانفلات الأمني في الشارع المصري نتيجة طبيعية لكبت 60 سنة. طيب أستسمح حضرتك نشوف تقرير عن الوضع الأمني في الشارع ونرجع نستكمل الحوار. من ساعة ما أيام الثورة أيام 25 يناير مفيش استقرار خالص. برضو في انفلات أمني، مفيش أمن مستتب، الناس كلها مش مطمنة، مفيش عدم استقرار. رأيي إن الوضع الأمني عايز يعني يتعدل أكتر من كده. الوضع الأمني محتاج مزيد من الانضباط. دلوقتي في أمن أحسن بكتير. الأمن دلوقتي في بلدنا مش مستقر، وطبعا كلنا شايفين الأحداث المتتالية اللي بتحصل. الأمن بدأ يتعافى، ونأمل إن شاء الله إن هو يكون أفضل. الثقافة والسياسة والفكر كل ده هو زي ما كان، غير كل ده هتلاقي الدخل زي الفل. احنا بنشوف إن الأمن الأيام دي يعني في تطور جديد. مش راضي رضا تام يعني عن الأمن الموجود دلوقتي، لأن الواحد زعلان جدا على أحداث بورسعيد اللي حصلت. الانفلات الأمني في الشارع مرهون بإرادة سياسية؟ الانفلات الأمني في الشارع كان نتيجة طبيعية، لأن نظام حكم مصر بالحديد والنار لمدة 30 سنة. عندما سقطت رؤوس النظام وبقى أجزاء كبيرة من جسم النظام، وكان هناك اتصال ما بين الرأس والجسم، فقد كان من الطبيعي أن تقاوم. ولكن أنا أرى أن في الشهر الماضي حدث تقدم كبير في الوضع الأمني، بمعنى أيضا من في الظلم يعني في عهد اللواء محمد إبراهيم بالذات قصد حضرتك من قبل؟ لا من في عهدي ما عنديش مشكلة، سبب بسيط، لأن أظن أنني فوق الشبهات، يعني مش معقول أكون عاوز منه حاجة يعني. فأنا أعتقد أن بلا شك أن الوضع الأمني من 6 أسابيع كان أسوأ من الآن. بلا شك أن في تقدم، ولكن إحنا شلنا رأس التنين وحطناه في طرى وأماكن أخرى، وظل رأس التنين على صلة بالمؤسسة اللي بناها. يعني أنا وزير الداخلية ده لا أحسده. ليه؟ لأن عنده أجيال من الضباط اللي مش عاوزين مساءلة حبيب العدلي حتى لا يسألوا هم، لأن مساءلة حبيب العدلي ستجر إلى مساءلتهم لأنهم جزء من الآلة. فأنا أعتقد أن في شغل تم في الشهر اللي فات كبير. الجرائم الأمنية المروعة التي حدثت أنا ليس عندي شك أنها من رموز النظام السابق، لأنهم أصحاب المصلحة الوحيدة في ذلك. اما فكره ان الناس تقول الجيش واتباعهم يعني الجيش اللي عمل بورسعيد اقول له خارج السجون يعني اقول له ده غباء سياسي انك تظن الجيش صاحب مصلحه الا تحدث بورسعيد. مش صاحب مصلحه ان تحدث، ولكن بالضبط فلولهم اللي في الداخل وفي الخارج. لكن اعتقد ان الوضع الامني ان احنا جميعا نرى انه افضل من شهر او شهرين فاتوا. طيب لازم افتح مع حضرتك سريعا ملف المراه لانه خلاص الوقت خلص للاسف، لكن ما اقدرش انهي بدون ما اعرض راي حضرتك في المساله دي لانه مهم. حضرتك بتقول انه من ابشع الجرائم التي اقترفها البشر على مدى تاريخهم على الارض ما ارتكبه الرجال في حق النساء. فطيلة قرون عديدة استبد الرجال بالنساء وجاروا عليهن ووضعهن في أسوأ الأوضاع، ووضعوا التشريعات التي تقنن استبداد الرجال بالنساء. وفي نهاية تصريحات حضرتك قلت إنه ولا أجد وقاحة فكرية تفوق وقاحة قيام الرجال بوضع التشريعات التي تخص المرأة، وقلت كمان لو وقف الرجال ل50,000 سنة يعتذرون للنساء عما فعلوه بالمرأة لما كان ذلك كافين. والله لو وقفوا بس وقالوا لنا احنا اسفين احنا عندنا استعداد نسمعهم مش 50,000 سنة. أنا دفاعي عن وضع المرأة في المجتمع يتعلق بمنظومتي الفكرية الكلية. أنا أؤمن بالتقدم، والتقدم مرهون بقواعد عديدة، منها مثلا نظام تعليمي يقوم على تعظيم دور العقل النقدي. من هذه القواعد وضع المرأة. المجتمع الذي يضعف كهرباء وفعالية وحراك نصف المجتمع، الذي ينشئ النصف الآخر محكوم عليه بالإعدام المعنوي. ليه؟ لأن احنا بنقول ان عدديا هنشيل التيار الكهربائي الخلاق من النص وهنقول له كلام متخلف مثل انتوا وضعكم تنشئة الأولاد والبيت، لا وضعهم زي مدام كوري ياخدوا جايزة نوبل في الفيزياء وفي الكيمياء ويشاركوا في حركة المجتمع
ولكن المصيبة الكبرى أننا لو فعلنا ما يريده البعض فسنكون قد رفعنا الفعالية الخلاقة من نصف المجتمع وجعلنا النصف الآخر يربى على يد البطارية طب حدثني سريعا عن التشريعات التي تخص بالمرأة ورفضك لأن الرجال هي التي تستبد بوضع هذه التشريعات. أنا مبدئيا أريد أن يكون لهم تمثيل سياسي على أعلى مستوى، بمعنى أن يكونوا نصف الوزراء وأن يكونوا في مجلس الشعب، ليسوا 7-8 رموز فقط ولا 10، وإنما بعددهم في المجتمع، وألا توضع تشريعات الأحوال الشخصية إلا عن طريق النساء. يعني موضوع الأحوال الشخصية موضوع نسائي، بمعنى أن اللجنة التي تضع قرار الأحوال الشخصية هيقول لك الرجال طرف فيها يعني. أيوة، بس هي لازم تكون فيها أغلبية للنساء، لازم. ليه؟ لأن احنا عارفين اللي هيحصل لو كانت الأغلبية للرجال. يا سيدتي، في المجلس الملي لكي أثبت لك أن الرجل ليس فيما يخص المرأة عادلا. المجلس الملي للأقباط لا يقبل من الشريعة أي شيء إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنه ذكر، لأن أعضاء المجلس الملي ذكور. فيتمسكوا الأقباط في الشريعة بتطبيق الشريعة الإسلامية. هذا معناه أن الظلم جزء من موقف الذكوري من المرأة. أي مجتمع متقدم، واحد يوريني على وش الأرض مجتمع متقدم لا تشارك المرأة في إحداث تقدمه. المفكر الكبير طارق حجي، حضرتك شرفتنا في الميدان، وشكرا لهذا الحوار وهذه الآراء المثمرة. اختلف معها البعض أو اتفق إلا أنها تبقى آراء مهمة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مرة تانية نعود وفاصل قصير ونعود للتواصل معكم وفقرة مهمة جدا عن أوضاع العمالة وقانون الحريات النقابية، ومعانا لفيف من ضيوف المهمين، انتظرونا بعد الفاصل.